المعنى الحقيقي لكلمة دبر راسك كالعادة، كون المواطن ما عم يلاقي محل يقعد بالسيرفيس، فكل مرة بيكون في شكل جديد لحتى تركب، ما ضل قدامه حل غير انه يتعربش على الباب الخلفي. هذا الفيديو تم تداوله امس واكدوا اللي شاركوه انه على طريق حمص مصياف. خلونا نشوفه مع بعض. لقطة اليوم عمليات جراحية داخلية بدون ألم لسرطان المثانة والبروستات بتقنية المنظار. مجموعة مشافي أفيسينا العالمية. هذا المشهد اللي شفناه بيجي بالتزامن مع بدء توزيع المحروقات على البطاقة الذكية. حكومة أسد سخرت كل منابر الإعلامية حتى تحكي عن هاي الخطوة وتقنع الناس إنه هذا حل سحري، بس بيجي هيك فيديو وبينزع عليهم الطبخة وبيأكد إنه أسد وحكومته أخذين سوريا لأيام فلينستون. التفاعل على هذا الفيديو تراوح بين اللي شافوا قمة الكوميديا السوداء وبين اللي شافوا مؤلم وحزين. خلونا نعرف شو حكوا رواد مواقع التواصل. سامر علق: فيلم أكشن بامتياز من رحم المعاناة اليومية للمواطن. أما أبو قاسم علق: بخاف من كورونا، لا هيك طلع هاي الطلعة. تعليق من أمل بيقول: لو قعد على ظهر السيرفيس كان أريح له. أما تيم فعم يقول: هاي كمان من منجزات الحركة التصحيحية، قادة البطل خالد، قائد التشرينين وحركة 8 آذار. أما محمد علق: يا عبي الشوم على هاي الحالة اللي وصلنا لها. رانيا وجهت عتبة على المصور وقالت: بصراحة الموقف ما بيضحك، بالعكس بيزعل، ما بتعرف قصته حتى تتمسخر، بدل ما توقف السيرفيس وتطالعه معك رايح عم بتصور.